كنت في مكان عام وأقبل علي شاب، أسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياكم جميعا على الحق، واستقبلني بحفاوة بالغة جدا وأقسم لي بالله أنه يحبني وأسأل الله أن يجمعني وأكون مع المتحبين بجلاله، ثم بكى. فقلت له: أخي الحبيب أخبرني، لما البكاء؟ قال: والله يا شيخ، الله عز وجل جعلك سبب هدايتي وسبب توبتي. قلت: الحمد لله، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وتقبل منا، وجنبنا الرياء والنفاق، وارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا يا رب العالمين. أخبرني أخي الحبيب، بشرني. قال: والله يا شيخ محمد، بأنه كان يقدم الخمر على الماء على مائدته، يقول لي: ما فيش أي صفرة توضع إلا ويضعون الخمر قبل أن يضعوا الماء. ثم قال بأنه ألحق بمكتبه الضخم الفخم غرفة خاصة للزنا، وأخبرني بأنه عين بالفعل موظفا لهذا الغرض، ليأتيه بأجمل الفتيات والبنات. سلم يا رب، اللهم اصطر نساءنا وبناتنا أخواتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا، وحصن فروجنا يا أرحم الراحمين. يقول لي: تقريبا ليلة 3 رمضان، في رمضان من الرمضانات الماضية، بيقول لي: أنا سمع الناس برا بتصلي التراويح وعمل أهزأ وأسخر بالدراويش اللي عمالة تصلي برا دي. الناس دي ايه اللي جرى لها؟ بيعملوا ايه؟ ويقسم لي بالله انه ما ركع لله ركعة قط، وانا اتصور انه قد جاوز 34 او 35 من عمره تقريبا، وهو من اسرة مرموقة جدا ومعروفة، اسأل ان يسترنا في الدنيا والاخرة، في قلب القاهرة. يقول لي: في هذه الليلة احضر له فتاة حسناء، لكنه لم يستمتع بها، بعدما فعل بها الفاحشة لم يشعر بالمتعة كما يقول، فأمر هذا الموظف الذي خصصه لهذا الغرض أن يذهب ويخرج ليأتيه بفتاة أخرى أجمل. قال: فخرج يخبرني بأنه أمسك بالريموت وظل يبحث في القنوات عن فيلم فاضح ليكمل معه الوقت حتى تأتيه الفتاة. يقول: سبحان الله، هو يقلب ويخبرني، بيقول لي: رأيت وجهك على الشاشة، رأيت الصورة. يقول: أنا فقط يعني قلت، هو يقول لي قلت: الله، إيه اللي جاب ده هنا غلط؟ ده جاي هنا غلط، ايه اللي جاب ده هنا غلط؟ بقول: فانا انتظرت ثانية اتنين عشر ثواني بس، يعني اتفرج على المنظر، اشوف المشهد، لحية وغطرة وفي تلفزيون، في تلفزيون، ما ينفعش ده، ما ينفعش هنا، سبحان الله. قال: ربع دقيقة، نصف دقيقة، الريموت في ايدي، بدأت اسمع. لا يا لا لا لا، قلت له: شاء لا، أراد الله عز وجل لك أن تسمع، أراد الله أن يسمعك، أراد الله بك الهدى والخير. بقول: بدأت أسمع. الله، دقيقة، دقيقتين، قلت: 3 دقائق، وضعت الريموت، بدأت أبكي. الكلام لي أنا، ويقول لي الكلام لي أنا. يا أخي سبحان الله، ستعجب. يقول لي: المحاضرة كانت بعنوان خطر الزنا. يا الله، تترتب ازاي؟ والله ما تترتب، لو رتبها بشر والله ما يعرف يرتبها، والله ما نقدر نرتبها. محاضرة كنت في دولة من دول الخليج، والمحاضرة منقولة على الهواء عن خطر الزنا، بيقلب بس في القنوات، وقعت أراد رب الأرض والسماوات، والمحاضرة عن خطر الزنا. قل: أدركت منها أكثر من 40 دقيقة، المحاضرة ساعة. قل: ده الكلام لي أنا، ده انت بتخطبنا انا. يقول: بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، ودخل الى مكتبه الخاص فاغتسل ورفع جنابة الزنا
في المرة الأولى، وبعد فترة دخل عليه هذا الموظف بهذه الفتاة الحسناء ومعه موظف آخر، فوجدوا نظروا على المكتب فلم يروا أحدا، فنظروا فوجدوا رجلا ساجدا بين يدي الله تبارك وتعالى يبكي وينتفض من البكاء. الله، مش مصدقين، فين فلان؟ مش ممكن يكون ده، مستحيل أبدا، لا إله إلا الله. مش بقول لحضرتك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ يا إخواني، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. القلب يا جماعة عمل زي الغرفة المظلمة، الحجرة المظلمة، تدخل ظلام دامس، ما انت شايف حاجة، عملت تحسس بإيدك كده على الجدار عشان تجد زر النور، مفتاح النور، بمجرد ما يلامس طرف أصبعك مفتاح النور وتضغط ضغطة رقيقة جدا يحول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب إن لامسته أنوار الهداية تحول ظلامه الدامس إلى نور مشرق بفضل الله جل وعلا، بفضل الله جل وعلا، بفضل من بيده القلوب. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. دخلوا فلان خلص، ايه الموضوع، ايه اللي جرى، ايه اللي حصل، انت بتصلي، ده انت كنت من شوية. فبكى وقال والله حدث كذا وكذا وكذا وكذا. طب والبنت؟ قال لا خلاص خلاص. الله، ذاق القلب حلاوة الإيمان، وذاق القلب طعم الإيمان، خلاص اصرفوها. يقسم لي بالله، كان ده كم يوم؟ 3 رمضان. يقول لي والله العظيم كنت يوم 5 رمضان أنا وزوجتي في مكة للعمرة، للعمرة، يقول وصليت من هذه الليلة ولم أترك الصلاة بفضل الله جل في علاه، ثم بشرني بشرى أخرى جميلة وقال يقسم بأن فرجه ما مس إلا امرأته بعد هذه الليلة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.